أول بطولة في أفريقيا. عايزين يعني نكسب بأي طريقة. كلنا هنكسب. هجيب الدرية ده. اللي ما يعرفهمش دي يعرفهم. أنا برضه. كان نفسنا حاجه زي كده تحصل في مصر، واحنا عندنا في العاب كتير قوي ناس متفوقه وجايبين بطولات كويسه. البطوله دي هتخلينا في مكانه كويسه قوي، ان احنا البنات تقدر زي ما قدروا يعملوا حاجه في كاس العالم يقدروا يعملوا حاجه على مستوى افريقيا، ودي حاجه كويسه جدا للبنات. السله وكره القدم والالعاب القوى والبوتشي برضو موجوده، ارعب العاب خلينا نقدر نسيطر على الموضوع، ولاد بدات تدريباتها كلها. احنا بقالنا كتير بنتمرن، عملنا معسكر دلوقتي قبل البطوله. بلعب كره قدم منتخب مصر، اول بطوله وسعيد ان انا مشاركين فيها. يعني دعنا نكون شجاعا، فان لم استطع دعنا نكون شجاعا في المحاوله. دورنا النفسي بنتعاون مع ولي الامر، بنعد اللعب للمنافسه، بنعد للبطوله، بندخله جو البطوله بدري شويه. احنا فريقنا ميكس، ناس يونيفايد وانا من ناس يونيفايد وناس سبيشال نيدز، فدي حاجه جديده اول مره تحصل. ازاي بنقدر نعمل الدمج ده بتدريبات، وازاي بنحمسهم، ازاي نخليهم يغيروا من سلوكياتهم، سواء ان هم يقدروا يعتمدوا على نفسهم، يتحركوا لوحدهم. احنا بنتمرن كويس وعندنا دلوقتي معسكر ومستعد كويس ان شاء الله للبطوله، عشان البطوله عندنا هنا في بلدنا. احب اقول لجمهور مصر ان هم يساندونا ويشجعونا في البطوله دي، عشان هي كمان تتلعب في ارضنا. الولاد دول محتاجين دعم، هناخد الذهب باذن الله. محتاجين دعم الجمهور، ومحتاجين ناس تجينا الماتشات بتاعتنا وتقف في ظهرنا، عشان ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. بحب مصر جدا طبعا، واموت نفسي في الملعب عشان كل الدعم للعيبه، لان الناس بتحب ان اي حد يبقى وراها ويقول لها برافو ويشجعها. هحيا مصر، هحاول العب كويس واعمل اي حاجه في الملعب عشان ارفع اسمها وناخد البطوله ان شاء الله. تحيا مصر. بشكر شركه وي شكر كبير قوي، لان الامكانيات محدوده وي والموضوع بيختلف. حق ان شاء الله الذهب لمصر. تحيا مصر. تعالوا شجعوني عشان بلعب حلو.